الصلي. تحية تقديرية احترامية للطاقم الإداري والتربوي العلمي لمؤسسة كلية العلوم بفاس. نشكر نيابة أنا كأستاذ في التعليم الثانوي، أشكر الطاقم هذا الناس هادو اللي يشرفوا على فلذات أكبادنا لوصولهم إلى هذا المستوى العلمي. تحية طيبة تقديرية واحترامية لهذا الطاقم، وعلى رأسهم السيد العميد والأستاذ المحترم السيد نور الدين، الذين وصلوا بفلذات أكبادنا إلى هذا المستوى العلمي والتقني. تحية طيبة، وأرجوكم كأباء وقفة احترامية وتقديرية لهذا الطاقم.